واحد بيقول هل الذي قتل إنسان مثله أو فعل جريمة حكم عليه بالإعدام بنص قانون المحاكم أي القضاء، هل هذا يعفيه من عذاب يوم القيامة الأخير والرب يسامحه، وهل يحق له دخول الملكوت؟ كل إنسان يتوب عن أي خطية ولو قبل وفاته بدقيقة ربنا يغفره. زي اللص اليمين اهو كان خاطي في خطايا كثيرة جدا وحكم عليه بالإعدام برضه وتنفذ الحكم، وقبل ما يموت غفرت له الخطية وأخذ وعد انه يدخل الفردوس. كل خطية يتوب عنها الإنسان ممكن أن تغفر له وممكن يخش الملكوت إن كانت توبة حقيقية، سواء قتل أو أي جريمة أخرى.